دلوقتي هنروح لدينا شرف عشان تطمنا اكتر على حاله الطقس ودرجات الحراره المتوقعه النهارده. اتفضلي دينا. بشكرك يا محمد. بالفعل تعالوا مع بعض نطمن على درجات الحراره بالتفصيل النهارده، لكن خلوني في البدايه اقول لكم ان هيئه الارصاد بتتوقع ان الطقس هيكون فيه ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره على كافه الانحاء، والطقس هيكون شديد الحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، ومائل للحراره على السواحل الشماليه الغربيه، وطقس حار على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيبة. صباح الخير طبعا على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، وكل عام وحضراتكم بخير يا رب. رمضان كريم على الجميع يا رب. يا رب. طيب عايزين نطمن بقى من حضرتك عن أحوال الطقس النهاردة وخلال الأسبوع كمان الأول بالذات، لأن طبعا احنا يعني بنشهد ارتفاع في درجات الحرارة، كنا بنشتكي إن الجو كان برد، لكن دلوقتي مع شهر رمضان بدأت الارتفاع في درجات الحرارة، والناس كتير عمالة تقول ليه بس كده، احنا كنا يعني محتاجين كام يوم، كنا مبسوطين إن شهر 4 هيكون الجو فيه معتدل شوية. لا بالفعل احنا على مدار الاسبوع الماضي كنا بنشهد ارتفاعات تدريجيه في درجات الحراره، ذروه الارتفاعات دي هتكون اليوم، يعني احنا اليوم متوقع يكون ذروه ارتفاع في درجات الحراره، درجات الحراره اليوم كمان هترتفع عن الامس بحوالي 3 درجات، متوقع اليوم العظمى على القاهره الكبرى تكون 36 درجه مئويه، يعني الاجواء هتكون شديده الحراره خلال فتره النهار على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، محافظات طبعا شمال وجنوب الصعيد، هتكون حر على محافظات السواحل الشماليه للبلاد ومحافظات جنوب سيناء، يعني الاجواء تبقى حر او شديده الحراره خلال فتره النهار في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس. احنا طبعا بنتاثر بكتل هوائيه قادمه من الصحراء الغربيه وشبه الجزيره العربيه، الكتل كلها كتل هوائيه جنوبيه هي اللي بتعمل على ارتفاع درجات الحراره خلال فتره النهار. خلال فترات الليل في فرق كبير جدا بين درجات الحراره العظمى والصغرى بين النهار والليل، بتوصل لاكثر من 15 درجه مئويه، والاجواء بتكون خلال فتره الليل اجواء بارده، وخاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر، بالاضافه ان كمان اليوم تكونت شبوره مائيه على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. شبورة المائية دي تكونت في الساعات المتأخرة جدا من الليل، يعني الساعة 4 الفجر تقريبا، وبدأت في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس، يعني ساعة بالكثير وهتبدأ معها رؤية تحسن مع سطوع أشعة الشمس، لكن هيكون كمان في خلال فترة النهار أتربة عالقة، الأتربة العالقة دي هتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية أيضا على الطرق، وهتبقى ملحوظة في سماء القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري السواحل الشمالية شمال الصعيد. فالاجواء اليوم اجواء مستقره، لكن هيكون فيها ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره. متوقع غدا الانخفاض، يعني هنبدا النهارده حضرتك بتقولي ده اعلى يوم في درجات الحراره، هتنخفض خلال الاسبوع؟ هي مش هتنخفض خلال الاسبوع، لكن هتنخفض على مدار اليومين القادمين الحد والاثنين، هتنخفض انخفاض طفيف، يعني هتكون ما بين ال 31 وال 32 درجه مئويه، وهنرجع تاني من يوم الثلاثاء نشهد ارتفاعات تدريجيه في درجات الحراره، هتكون ملحوظه مع نهايات الاسبوع، يعني هتوصل فيها العظمى على القاهره الكبرى تاني ب 36 و37 درجه مئويه، يعني الاجواء هترجع تاني شديده الحراره. فمجمل هذا الاسبوع كله الاجواء هتبقى درجات الحراره فيها مرتفعه، تتجاوز فيها ال 30 درجه مئويه خلال فتره النهار، يعني هنخلي بالنا دايما من التعرض المباشر لاشعه الشمس، لان ده اللي هيزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره، لان احنا الكتل الهوائيه زي ما بنقول لسه جايه من على الصحراء، فنسب الرطوبه فيها منخفضه، فالاحساس بيها مش هيكون زي فصل الصيف، يعني احنا 36 صحيح. مش هنحس بيها زي فصل الصيف عشان نسبه الرطوبه منخفضه، لسه مش مرتفعه جدا بالظبط بسبب انخفاض نسب الرطوبه اللي دايما معروف بيه فصل الربيع. ولو احنا بقى تجنبنا التعرض المباشر لاشعه الشمس ده هيساعدني بشكل كبير جدا ان ما احسش بدرجات الحراره، بالاضافه ان كمان من غدا هيكون في نشاط للرياح، نشاط الرياح ده تحديدا بيبقى بعد فتره الظهيره، هيحسسني شويه بالاجواء الربيعيه والاجواء اللطيفه ان شاء الله، ونشاط الرياح ده هيكون على اغلب مناطق الجمهوريه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك. خلونا دلوقتي كمان نستعرض معاكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 36 والصغرى 16، اسكندريه 27 17، مطروح 24 17، سيوه 33 18، بورسعيد 35 15، دمياط 35 16، الاسماعيليه 36 17، السويس 36 17، العريش 34 14، طابا 34 18،
كاترين 29 10 شرم الشيخ 35 21 الغردقه 35 20 الفيوم 36 13 بني سويف 36 13 المنيا 37 14 اسيوط 37 14 سوهاج 38 16 قنا 38 16 الاقصر 39 18 اسوان 40 18 الوادي الجديد 39 20 شلاتين 35 19 واخيرا حلايب 36 18. بكده حاولنا نطمن حضراتكم عن حاله الجو النهارده. في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، يا ريت ناخد بالنا خاصه في ساعات اليوم، وخاصه ما نوقفش في الشمس او نتعرض لاشعه الشمس المباشره مع الصيام. كمان نخلي بالنا من الشبوره المائيه اللي موجوده على الطرق للمسافر لاهاليه يفطر معاه اول يوم، خلي بالنا النهارده لان في شبوره مائيه صباحا وهتستمر كمان معانا بكره الصبح. كده طمناكم عن حاله الجو، هرجع مره تانية لمحمد وباسانت علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا. شكرا.